اللهم جازهم بالحسنات إحسانا. الآن بالميقات في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ميقاتها لمكة المقيمون فيها. لبيك اللهم عمرة على الطفل المرحوم نائل باسل أبو زينة جبارين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته من أم الفحم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وشفيعا مجابا. اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين. اللهم اجعله طيرا من طيور الجنة شفيعا مجابا لوالديه. اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن متواجد في داخل جامع المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ميقاتها لمكة والمقيمون فيها لأداء مناسك العمرة عن الطفل المرحوم نائل باسل أبو زينة جبارين رحمه الله وسكنه فسيح جناته من أم الفحم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعله طيرا من طيور الجنة شفيعا مجابا لوالديه. اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما. يا رب، أنت خلقته وأنت أخذته وأنت الرحيم، فليس غيرك أرحم. اللهم عود طفولته بالجنة وصبر أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن في بداية الطواف استكمال باقي مناسك العمرة عن الطفل المرحوم نائل باسل أبو زينة جبارين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته من أم الفحم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وشفيعا مجابا. اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين. اللهم اجعله طيرا من طيور الجنة شفيعا مجابا لوالديه. اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما. يا رب، أنت خلقته وأنت أخذته وأنت الرحيم، فليس غيرك أرحم. يا رب، أنت خلقته وأنت أخذته إلى جوارك، صفحته بيضاء نقية لم يفقه من الدنيا شيء، واجعله شفيعا لوالديه. اللهم اربط على قلوبهم وارزقهم الصبر وعوضهم الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا دعاء خاص عن الطفل المرحوم نائل باسل أبو زينة جبارين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته من أم الفحم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم رد له في قبره مد بصره. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وشفيعا مجابا. اللهم اعظم به أجورهما وثقل به موازينهما
واجعله بصالح سلف المؤمنين. اللهم اجعله طيرا من طيور الجنة، شفيعا مجابا لوالديه. اللهم اعظم به أجورهما وثقل به موازينهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.